السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحط طبقين بمقارنة من مطبخين مختلفين، المطبخ السوري والمطبخ الباكستاني. مكونات الطبقين بيتشابهوا مع اختلاف الطعم. عنا الجزرية من المطبخ السوري ومشهورة كتير بمدينة أو بمحافظة اللاذقية، رح أقدمها بالطريقة التقليدية اللي بتتقدم فيها بسوريا، والجزرية الباكستانية كمان رح أقدمها بالطريقة اللي بتتقدم عندهم. مقادير الجزرية السورية: عندي كيلو جزر مغاسلته كتير منيح وتارك القشر فيه لأنه بدي نكهة القشر بالوصفة، ومقطعته بشكل عشوائي لقطع صغيرة، ممكن تبشروه بشر لأنه بدنا نسلقه. عندي كاستين سكر، كيلو الجزر رح أسلقه وأخذ منه كاسة مي وضيفهم لكاستين السكر لحضر القطر، ونسبة السكر أنتوا بتتحكموا فيها. عصير نص ليمونة، معلقتين نشا. المكسرات اختيارية، أنا اخترت الجوز فستق حلبي جوز الهند. والبهارات اللي بدنا نستخدمها للوصفة كمان بتقدروا تعدلوا بالشي اللي بتحبوه. عندي جوزة الطيب، وعندي هيل وقرنفل ورشة ملح وقرفة. هلأ الخطوة الأولى، رح أسلق الجزر. حطيت الجزر ورح أغمره بالمي. بالنسبة للمي بتقدروا تستخدموها ساخنة وبتقدروا تستخدموها باردة، ما في مشكلة. أنا حطيت الجزر عندي على النار على نار عالية. بعد ما بدأ بالغليان عندي رح حط النار متوسطة وغطي الطنجرة واتركها من 15 دقيقة ل 20 دقيقة لحد ما أشوف الجزر صار عندي طري. بعد مرور وقت أنا بضغط بشوف إنه الجزر صار يتقطع معي، معناته صار جاهز. أنا بعد ما سلقت الجزر صفيته وتركت المي عندي، ورح أعمل له هرسة بسيطة، ممكن بالشوكة بالمعلقة بأي أداة عندكم تقدروا تهرسوا. رح أخذ المي اللي طلعت، رح أخذ كاسة مي لأنه عندي كاستين سكر، وحضر القطر. هلأ رح ضيف كاستين السكر كاسة المي، اتركهم بدون ما أحركهم لحد ما يبدأوا بالغليان. هلأ بعد ما بدأ عندي السكر بالغليان رح ضيف عصير الليمون ورح أتركه على نار متوسطة مدة 10 دقائق. هلأ أنا بعد ما صار يفور عندي بشكل كتير كبير، وضيت النار على نار منخفضة كتير ورح كمل للعشر دقائق. بعد مرور 10 دقائق صار القطر عندي جاهز، رح أبدأ نزل عليه الجزر. هلأ بستمر بعملية التحريك كل 3 دقائق لحد ما يشرب عندي كل القطر. بعد 10 دقائق من التحريك صارت عندي تتقل الجزرية. كمان بدي استمر 10 دقائق قبل ما اضيف لها المنكهات. طبعا النار يفضل تكون من متوسطة الى اقل بشوي حتى تشرب القطر براحتها. رح ابدأ اضيف المنكهات. هلأ الخطوة الأخيرة رح ضيف النشا، رح حرك مدة 5 دقائق لحد ما يدوب النشا كتير منيح مع الوصفة، وطفي النار عليها اتركها لتبرد قبل التشكيل. لطريقة التشكيل رح احتاج اي كيس نايلو وبخ عليه بخة بسيطة من الزيت. هلأ بعد ما اخذت كمية من الجزرية رح شكلها على شكل هرم مثل ما بتتقدم عنا بسوريا بالعادة. التزيين حسب الذوق والرغبة، منزينه بالمكسرات. هلأ ممكن استخدم العصارة لأحصل على الشكل بطريقة أسهل. حط الكيس، بللته بشوية زيت. مقادير الجزرية الباكستانية: عنا نص كيلو جزر
مبشور، وعندي كاسة سكر، ممكن أضيفه أكثر ممكن أقل. أنا ممكن ضيف أقل، ممكن ضيف بس 3/4 الكاسة حسب حلاوة الجزر وحسب ما أنتوا بترغبوه. ربع كوب حليب باودر، تقدروا تستخدموا كاسة حليب عادي ما في مشكلة. ربع كوب جوز الهند، معلقتين كبار زبدة أو سمنة. عندي شعرات من الزعفران. البهارات عندي زنجبيل، رشة ملح، جوزة الطيب، وقرنفل وهيل. وعندي عصير نص ليمونة وفستق حلبي ولوز حسب أي نوع مكسرات بتحبوها. هلأ أول خطوة رح ضيف السمنة أو الزبدة. هلأ بس تبدأ عندي بالدوبان رح ضيف شعرات الزعفران معه. رح أبدأ بإضافة الجزر، ورح قلي الجزر تقريبا 5 دقائق. هلأ رح ضيف السكر، رح ضيف عصير الليمون. هلأ بقلب المكونات مع بعض وبهدي النار على درجة خفيفة وبتركهم مدة ربع ساعة، بغطيهم وبتركهم ربع ساعة. بعد مرور ربع ساعة السكر والجزر عم يغلي على النار، ما ضفت اي مي، انطبخ من مية الجزر اللي نزلتها. هلا رح ابدا اضيف الحليب الباودر وقلبه مع الجزر. رح اضيف المنكهات اللي عندي مع المكسرات، وقلب المكونات واتركها على نار خفيفة مدة ربع ساعة بتكون صارت عندي جاهزة. هلا اسكب الجزرية بعد ما صارت عندي جاهزة. عندي صينية رح ادهنها بشوية زيت وضيف شوية مكسرات. رح اسكب الجزرية، وبحاول اعملها بنفس السماكة لاني بدي اتركها لتبرد واقطعها. بخيت ايدي بشوية زيت، رح حاول اني اعملها واضغط عليها بقوة حتى تتماسك معي لما تبرد. رح غطيها بقطعة نايلو واتركها لحد ما تبرد تماما. اطباقنا صارت جاهزة. شاركوني بالتعليقات وصفة أي مطبخ برأيكم هي الأطيب. المقادير بالتفصيل بتلاقوها بصندوق الوصف. لايك للفيديو إذا حبيتوه، والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. صحة وعافية.